حياك الله. اليوم ان شاء الله راح تكون معي ضيف في كابينه التعليق، وراح نستعيد شويه ذكريات من بيروت 2000 ان شاء الله. تمام. لبنان جاهزين ان شاء الله؟ تفضل. مرحبا بكم مشاهدينا متابعي قنوات الكاس اينما كنتم، ونجدد التحيه دائما وابدا معكم وبصحبه احد ابرز نجوم كره القدم العربيه الذين شاركوا في بطوله كاس اسيا وسجلوا اسماءهم عبر سجلات التاريخ. اليوم نرحل بعيدا عن الخليج لنحط الرحال في ارض الارز، ومن ضمن الاسماء التي لعبت للمنتخب اللبناني واحد من ابرز الاسماء تاريخيا على مستوى المنتخب وعلى مستوى النادي، 25 سنه وهو يحمل القميص الاخضر محبا وفيا، فاصبح الرقم واحد بالنسبه للمشجعين وللانصار. كان ثابتا كارتكاز الرمح في منتصف الملعب، كان دائما ملتهبا منطلقا كالسهم عندما يتعلق الامر بالنواحي الهجوميه. نجم كرة القدم اللبنانية ونادي الأنصار الكابتن القدير جمال طه. جمال أهلا وسهلا فيك. الله يخليك. أهلا فيك ونرحب فيك في قنوات الكاس. تسلم. وعبر هذه الإطلالة، وأنا أرحب فيك شخصيا في كابينة التعليق. الله يخليك. الله يحفظك. كابتن، المشاركة الأولى للمنتخب اللبناني في بطولة كأس آسيا كانت عندما استضافت لبنان البطولة عام 2000. صحيح. الجماهير كانت تتأمل كثيرا. مباراة الافتتاح كانت مخيبة نوعا ما بالنسبة للجماهير بالخسارة الكبيرة. صحيح. أمام إيران. صحيح. اليوم راح نتكلم عن مباراة العراق اللي تغير فيها المنتخب اللبناني بشكل كبير. كيف كانت استعدادكم سواء للبطولة أو لمباراة العراق؟ طبعا ما في شك أنه النتيجة الآسية بأول مباراة بالبطولة أعطت صورة سلبية للمنتخب، وطبعا المنتخب اللي استعد قبل بحوالي سنتين أو ثلاث سنين بمعسكرات بألمانيا وبسلوفاكيا، وجاب مدرب كرواتي لحتى يشرف على المنتخب، وجنس لاعبين من أصل برازيلي. هذا برأيي أنا عطى انطباع للجماهير أنه المنتخب ممكن يوصل لأدوار متقدمة بالبطولة. زائد ما ننسى الإعلام اللي هو كمان عطى صورة قبل بحوالي 4-5 أشهر للمنتخب أنه هذا المنتخب اللي هو ممكن يكون أمل اللبنانيين. للأسف المباراة الأولى كانت مخيبة للأمان ضد إيران، عمل إحباط لدى اللاعبين، لدى لاعبين المنتخب، لدى الإدارة والاتحاد، وبالأصل لدى الجماهير. بطبيعة الحال هون صار الضغط على اللاعبين وعلى أنه اللاعبين لازم يعملوا شيء لحتى هذا المنتخب يرجع يقف على رجله. كانت هي مباراة العراق ولبنان، وأنا برأيي ما كانت مباراة سهلة، كانت مباراة صعبة لأنه عم تلعب تحت ضغط، لازم تربح، لازم ترجع الصورة اللي كانت كل العالم رسمتها قبل مباراة إيران. كابتن، بعيد عن المستوى الفني، أنا أعتقد أن لبنان البلد كله كان أمام تحدي استضافة البطولة. صحيح. تذكر شخصيا أن يعني اللبنانيين وقفوا في وجه الكل. صح. قبل البطولة كان في تشكيك خصوصا من شرق آسيا في مسألة استضافة لبنان، لكن أول ما بدأت البطولة أثبت اللبنانيين فعلا بأنهم كانوا على قدر التحدي ونجحوا تنظيميا. بعيد عن التنظيم، نتكلم عنك أنت ككابتن وعن المنتخب، وندخل إلى أجواء مباراة العراق إن شاء الله. إن شاء الله. ستاند باي كابتن خليل، بداية الشوط الأول. 3-2-1 كيو. شكرا للزملاء في الاستوديو التحليلي. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، مرحبا بكم في ملعب المدينة الرياضية ووسط حضور أكثر من 25,000 متفرج، 25,000 محب، 25,000 لبناني هتفوا باسم منتخب بلادهم في الافتتاح. لم تكن الأمور حاضرة بالشكل المطلوب، لكن بعد ذلك الكل كان على قدر الثقة وجاءوا مرة أخرى من أجل مساندة منتخب لبنان في المباراة الثانية أمام المنتخب العراقي هنا في مواجهة أسود الرافدين من أجل تصحيح المسار واستعادة الثقة. المنتخب اللبناني في مباراة اليوم يحيي جماهيره ويأمل في أن يحقق نتيجة إيجابية. الكل جاء من أجل الانتصار، نعم، لكن المدرب الكرواتي
جوسيب سكوبلير بدأ المباراة بتشكيلة مكونة من أحمد صقر في حراسة المرمى، عباس يحرور، جدير، أحمد النعماني، فيصل عنتر في خط الدفاع، أمامهم جمال طه كابتن الفريق في ذلك التوقيت، بالإضافة إلى محمد رضا ومحمد حلاوي، وفي المقدمة كل من هيثم زين وموسى حجيج، بالإضافة إلى اللاعب نيوتن. هذه تشكيلة المنتخب اللبناني الذي يبدأ المباراة والمواجهة بصافرة من الحكم الكوري الجنوبي كيم يونغ جو الذي يقود هذه المواجهة وسط حضور جماهيري كبير جدا وأمنيات بالنسبة للأحمر اللبناني في مباراة اليوم على أن يبدأ المواجهة ويعوض إخفاق مباراة الافتتاح التي انتهت برباعية لمصلحة منتخب إيران. اللبنانيين في البداية والبداية تبحث عن أول الأهداف، وفي الجانب المقابل المنتخب العراقي متحفز بعد أن حقق الانتصار في المباراة الأولى على حساب المنتخب التايلندي، لذلك يبحث عن تأمين الانتصار والتأهل إلى الدور الثاني والوصول إلى المرحلة القادمة من خلال منافسات هذه البطولة، مطعما بأسماء مثل عدنان حسب وعباس جاسم وصباح وصباح خلف وقحطان تثير وحيدر جاسم، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأسماء بقيادة المدرب الصربي زيفادينوفيتش، والبداية بهدف لمصلحة المنتخب العراقي. الأمور تأتي في اللقطة الماضية واللبنانيين يحاولون الرد الآن، والكرة بعد ذلك خطيرة إلى خارج أرضية الملعب وصلت إلى ركلة مرمى. كابتن الدقيقة 5 العراق 1 صحيح، كيف هالشيء ممكن يخليك تبقى في المباراة؟ بداية صعبة كانت لك. صحيح 100%. أنا اللي بقدر أقوله أنه تغيير 5 لاعبين من مباراة إيران لمباراة العراق بظرف يومين أو 3 أيام طبيعة الحال كان له أثر سلبي فني، ولكن كان له أثر إيجابي معنوي. يعني صار في عندك اللاعبين اللبنانيين اللي هو عامل اللغة بيقدر يرتقي فيك لمرحلة معنوية كتير عالية، هذا اللي خلى في نوع من الانضباط بقلب الملعب رغم التأخر 1-0 بأول دقائق من المباراة. مهم جدا بالنسبة لك أنت ككابتن أنك تقدر توصل المعلومة في الوقت المناسب وبالطريقة السهلة والواضحة بالنسبة لبقية الزملاء. صحيح. ليك بهيك مباراة مطلوب أنت تضلك محافظ على الروح المعنوية، لأنه بالوضع الفني كان الفريق جيد وعم يأدي بشكل جيد. إجا المباراة إجا الهدف من ضربة ثابتة وهذا عمل شوية إرباك، ولكن ضل منظر الفريق، ضل شكل الفريق فريق نوعا ما جيد، وهذا أعطى انطباع أنه ممكن نحن نقدر نعدل النتيجة، مش لازم ننهار مع ضغط الجمهور اللي كان بيطالبنا باللعب الأفضل. هل يعود المنتخب اللبناني أم أن للعراق كلمة أخرى من خلال أحداث المواجهة؟ كرة لمصلحة العراق في الجهات اليمنى، عرضية في منطقة الجزاء رأسية وهدف آخر، رأسية صباح جعير في مرمى حارس منتخب لبنان تعلن عن ثاني الأهداف لمصلحة المنتخب العراقي. أحمد صقر تهتز شباكة للمرة الثانية، خيبة أمل في المدرج الأحمر، لكن في الجانب المقابل الأفراح تأتي لمصلحة المنتخب العراقي. عرضية مثالية جدا من قحطان تثير على رأس اللاعب صباح جعير، ويسجل من خلالها ثاني الأهداف لتتقدم العراق الآن بهدفين مقابل لا شيء. صارت 2-0. صحيح. زادت الضغوطات. صحيح. نفسيا الأمور أعتقد أنها يعني منطقيا تخرج من يدك. صح. شو اللي صار لك؟ اللي صار طبيعة الحال أنه بعد ما تلقينا هدفين كان كل التركيز أنه إحنا نحاول نرجع نفوت على جو المباراة. لتقدر تفوت على جو المباراة لازم تسجل هدف تقليص الفارق لحتى نوعا ما بالشوط الثاني ترجع تعدل النتيجة. يأتي هدف تقليص الفارق الآن في الدقيقة رقم 28، هدف في غاية الروعة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء وبأقدام شحرور سكنت شباك حارس منتخب العراق في مباراة اليوم هاشم خميس لتعلن عن تقليص الفارق في الدقيقة 28. شوف الكرة الماضية يا الله جميلة جدا، المحاولة الماضية والتسديدة قوية من مسافة بعيدة
كرة شحرور في شباك الحارسي تعلن عن أول أهداف لبنان في البطولة وأول أهداف لبنان تاريخياً في بطولة كأس آسيا. صحيح. إذا بتلاحظ أنت تناغم الجمهور رغم الخسارة الأولى إنه خسرين اثنين، تناغم الجمهور مع اللاعبين وبالرغم من التأخر بهدفين، صحيح أعطانا أمل إنه نحن بس لما بنفوت على غرفة الملابس مطلوب نرجع ويكون للفوز أو عيننا على الفوز ولا بديل غير الفوز، وهذا الشيء اللي حاولنا نعمله نحن بالشوط الثاني. كابتن، أنت شخصيا ما حسيت في لحظة أن ممكن نتيجة مباراة الافتتاح ترجع مرة ثانية؟ طبعا رغم انه انت عم تلعب ارضك وقدام جمهورك، ولكن كلبنان عم تلعب ضد منتخب الايراني ومنتخب العراقي، منتخبين قويين وممكن يفرقوا عنك فنيا، ولكن المنتخب اللبناني بيمتاز بالروح العالية والمعنويات العالية، وهذا اللي خلينا بجو المباراة ما قدرنا. اي منتخب ممكن يخرج من جو المباراة اول 20-25 دقيقة تتلقى هدفين، ولكن العكس كان صحيح. بالعكس تاني شوط وبعد ما تسجل فينا هدفين كان ضل الفريق محافظ على وضعه الطبيعي، ولاحظ انت مضيعين كذا فرصة كان فينا نسجل منها ونعدل النتيجة. هذه فرصة خطيرة ايضا اخرى لمصلحة المنتخب اللبناني في رحلة البحث عن التعادل من خلال احداث شوط المباراة الاول، لكن الكرة بعد ذلك تحولت في الجانب المقابل ووصلت لمصلحة منتخب العراق. تدخل من احمد النعماني، عرضية في منطقة الجزاء، استلام رأسية خطيرة جدا، محمد حلاوي يلعب الكرة الرأسية الماضية لكن تصطدم في العارضة، أو هذا موسى حجاج هو اللي لعبها، والكرة بعد ذلك يضيع من خلالها هدف التعديل لمصلحة منتخب لبنان، والأمور تستمر بهدفين مقابل هدف واحد. خطيرة جدا محاولة حجاج، حلوة الكرة الماضية، حاول من خلالها أن يستغل هدف أو تقدم حارس المرمى، لكن أيضا بعد ذلك الحظ لم يكن بجوار حجاج والمنتخب اللبناني، وتحولت الكرة إلى خارج أرضية الملعب ووصلت إلى ركلة مرمى. بدأت الخطورة تزداد. صحيح. كنتوا قريبين من التعادل في الشوط الأول. صحيح. يعني لو قدرنا، يعني أنت كمان بحاجة العامل الحظ رغم الفوارق الفنية، لو الحظ كان إلى جانبنا أنا برأيي كنا ظهرنا أول شوط 2-2، هذا كان عطى نوع من الدفع المعنوي تاني شوط وقدرنا فزنا ممكن تاني شوط، بس للأسف ما قدرنا سجلنا بأسرع وقت ممكن رغم كل هالفرص اللي ضيعناها. ندخل إلى أجواء الدقائق الأخيرة أو الوقت بدل الضايع من أحداث شوط المباراة الأول. كرة عن طريق البرازيلي اللبناني نيوتم يلعب المحاولة الماضية في منطقة الجزاء، لكن أيضا الإبعاد يأتي والمنتخب اللبناني يضغط خلال اللحظات الأخيرة من أحداث شوط المباراة الأول بغية الوصول إلى التعديل، والكرة بعد ذلك بصافرة موجودة وخطأ قرار يأتي من الحكم الكوري الجنوبي كيم يونغ جو، يعلن من خلاله عن وجود الخطأ على لاعب المنتخب العراقي زياد بريسم في اللقطة الماضية. هذه الكرة والمحاولة الماضية والعرضية أيضا إلى داخل منطقة الجزاء، لكن قبل ذلك القرار موجود والخطأ حاضر. موسى حجيج على تنفيذ الكرة الآن لمصلحة منتخب لبنان في منطقة الجزاء، رأسية أخرى تأتي، مرت تحولت إلى خارج أرضية الملعب وصلت إلى ركلة مرمى. بعد ذلك صافرة حكم المباراة الكوري الجنوبي كيم يونغ جو يعلن من خلالها نهاية أحداث شوط المباراة الأول بتقدم منتخب العراق بهدفين مقابل هدف واحد. نفسيا هدف اللي سجله شحرور أنا أعتقد غير كثيرا حتى على أداء المنتخب في اللحظات الأخيرة. نحن كنا بحاجة لدفع معنوي، وهذا الهدف أعطانا الدفع اللي نحن بحاجة لها، ورجع خلى الجمهور نوعا ما يقف إلى صف المنتخب اللبناني. قبل دخولنا على غرفة الملابس 2-1 مختلفة تماما عن 2-0، بطبيعة الحال كان في رضا بعد دخول هدف اللبناني 2-1 على الأداء وعلى تسجيل الهدف، وهذا اللي أعطانا نوع من الحاجة اللي نحن إلى هي أنه يكون عنا ثقة أكتر بنفسنا بعد أنه أنت متلقى خسارة كبيرة ونتيجة قاسية تعتبر 2-0 أول دقائق المباراة. أنا برأيي كان الوضع نوعا ما إيجابي أكتر لو قدرنا سجلنا الهدف الثاني لنقدر ننزل تاني شوط. هني مهمة سكوبلير ومهمتك أنت كقائد للفريق،
تشعر أن الفريق قريب جدا. صح. كيف ممكن وما هي التوجيهات اللي كانت سواء منك أنت أو حتى من سكوبلير للاعبين قبل بداية شوط المباراة الثانية؟ لك بالنسبة لسكوبلر طبعا بعد مباراة الإيران يمكن في ناس كتير ما بتعرف أنه كان في شوية مشاكل بين العقلية الكرواتية والعقلية المحترفة والعقلية اللبنانية. التغيير اللي صار بين مباراة إيران ومباراة العراق وهي خمس لاعبين وخمس لاعبين لبنانيين بيلعبوا بالدوري المحلي بنعرف بعضنا عطى نوع من الشرخ بين المدرب واللاعبين، وهذا اللي أعطانا نحن شوية فسحة أنه نتكلم مع بعضنا أكثر. والتغييرات الخمسة اللي صارت صحيح بقناعة من سكوبلير ولا بضغط منكم أنتوا كلاعبين أو من برا مثلا؟ طبعا في جهاز فني لبناني وبتواصل مع اللاعبين. أنت بخسارة 4-0 مع لاعبين أنت منك مقتنع فيهم كلبناني، عامل اللغة بيفرق، برازيليين ما بيحكوا إنجليش يعني بيحكوا برتغالي، وأنت لبناني ما بتحكي يعني إلا الإنجليزي واللبناني. هذا عامل اللغة عمل مشكلة كبيرة، يمكن أن يكون اللاعبين جيدين ولكن عامل مشكلة. الخسارة الأولى بوجود خمس لاعبين محترفين واللاعبين اللبنانيين برا عطى دفع وعطى مجال أنه نحن كلبنانيين نحكي بالموضوع مع الجهاز الفني، وهذا اللي ضغط على سكوبلر أنه غير خمس لاعبين. أنت كمدرب ما فيك تغير خمس لاعبين بيومين يعني بين مباراة ومباراة. عطى نوع من القناعة عند المدرب لازم يغير، وعطانا ثقة أنه نحن لازم نثبت للمدرب وللكل أنه نحن صح. ستاند باي كابتن خليل، الشوط الثاني 3-2-1 كيو. التغييرات الخمسة واضح بأنها أثرت إيجابياً على أداء منتخب لبنان في شوط المباراة الأول أمام المنتخب العراقي، ولو أنه خرج متأخراً بهدفين مقابل هدف واحد. ينطلق شوط المباراة الثاني بصافرة الحكم كيم يونغ جو من كوريا الجنوبية، والبداية مع منتخب العراق والتغطية بعد ذلك تأتي بأقدام محمد حلاوي الذي يبعد الكرة والمحاولة العراقية لتعود لبنانية. لبنان تبحث عن التعديل، العراق من أجل تأمين التأهل والوصول للمرحلة القادمة، وبالتالي الوضعية الحاضرة بالنسبة للفريقين واضح بأنهم يعني كلا المنتخبين في أرضية الميدان يبحثون عن الوصول إلى المرمى وتسجيل هدف آخر إما للإطمئنان أو الرجوع بنتيجة المباراة. أول تبديل رضا عنتر صح. مكان محمد رضا رضا من الأسماء اللي كانت مميزة في لبنان في ذلك التوقيت صحيح، وبالتالي دخوله أيضا يشكل دفعة معنوية بالنسبة لكم. صحيح، صرنا بحاجة لأنه نشيل لاعب من لاعبين الارتكاز وننزل لاعب عنده نفس هجومي، لأنه أنت بوقت من الأوقات خلص لازم تفكر بأنه تسجل هدف وشوي يصير في عندك نفس هجومي أكثر من العامل الدفاعي اللي نحن كنا عم نشتغله من أول الشوط، وهذا بعتقد أنا برأيي تبديل موفق يعني للمدرب. إذن أول تغييرات المواجهة، رضا عنتر يدخل مكان اللاعب محمد رضا كخيار هجومي بالنسبة للمدرب الكرواتي سكوبلر الذي يبحث عن الوصول إلى التعديل. كرة من الجهة اليمنى في اللقطة الماضية، موسى حجيج يحاول لكن كرة حجيج إلى خارج أرضية الملعب، وصلت بعد ذلك إلى ركلة مرمى عند حارس مرمى منتخب العراق هاشم خميس. تستمر الأمور ويستمر المنتخب العراقي متقدما بنتيجة المباراة بهدفين مقابل هدف واحد، ويعلم بأن هذه النتيجة هي من تؤهله. طه يلعب الكرة الماضية على مشارف في المنطقة، خطيرة خطيرة الكرة الماضية ومطالبة بركلة جزاء، لكن حكم المباراة الكوري يعلن عن استمرارية اللعب في محاولة لمصلحة المنتخب اللبناني. لازالت داخل المنطقة، تسديدة في مرة أولى، في مرة ثانية وصلت عند نيوتن، عادت إلى جمال، طه يسدد لكن إلى خارج أرضية الملعب. أدواركم اختلفت صح، أصبحت الرغبة الهجومية أكبر صح. هذه الكرة كابتن كان فيها شك بوجود ركلة جزاء، كان ممكن أيضا تغير من مجرى المباراة. طبعا كانت ممكن، لأنه كانت إذا صارت ضربة جزاء كان الوقت كان معنا وقت أكثر أنه نرجع نسجل هدف التقدم، ولكن ما نحسبه. لكن إذا بتلاحظ أنت نفس صار والثقة صارت أكبر وصار في عنا نزعة هجومية أكثر لحتى نقدر نسجل هدف التعادل ونرجع نحاول أن نفوز بالمباراة. أدوارك أنت واضح أنها صارت هجومية أكثر. صحيح. توجيهات ولا أنت كمدرب أو ككابتن للفريق استشعرت أن الوقت حان
على اساس انك تتقدم. لك انت خسران اول مباراه صحيح، ما بقى عندك في شيء تخسره، لازم تحاول قدر المستطاع انه على اقل شيء انه تجيب التعادل، وهذا كان طبعا مجهود او فكر شخصي. اذا تستمر الامور والمحاولات اللبنانيه في ارضيه الملعب مستمره، هذه تسديده من صاحب هدف المنتخب اللبناني الوحيد في المباراه عباس شحرور، مره تحولت الى خارج ارضيه الملعب، عادت من فيصل عنتر، كرة في الجهة اليسرى، عنتر يبحث عن التقدم، تمريرة على مشارف في منطقة الجزاء، مرور وتوغل إلى داخل منطقة المنتخب العراقي، لكن حارس المرمى هاشم خميس يتدخل في التوقيت المناسب ويبعد الكرة، والمحاولة الماضية تصل إلى خارج أرضية الميدان، والكرة بعد ذلك لمصلحة منتخب لبنان. عادت في الجانب المقابل العراقية، أمامية ملعوبة، رأسية المهاجم العراقي في اللقطة الماضية أحمد عس أسد، وصلت سهلة عند حارس المرمى محمد صقر لتعود في الجانب المقابل. كروا فرما بين المنتخبين، سجال في اللحظات القليلة الماضية، فرصة من أجل الوصول إلى التعادل، محاولة من أجل مضاعفة النتيجة وتأمين التأهل للمرحلة القادمة. لبنان يبحث عن التعديل والمنتخب العراقي يبحث عن التأمين، من يصل إلى مبتغى؟ هذه محاولة لأوليفييرا أو نيوتن دي أوليفييرا، لكن بعد ذلك يأتي القرار والصافرة والخطأ على نيوتن. كابتن، واضح غياب الخطورة للمنتخب اللبناني في الشوط الثاني. صح. لك لأنه أول شغلة بطبيعة الحال منتخب العراقي فاز أول مباراة، بده يحافظ على النتيجة، وهذا اللي خليه يتراجع لورا، وخلينا نحن كلبنانيين نلاقي صعوبة باختراق الدفاعات العراقية، ولكن كمان بنفس الوقت كان الهجوم العراقي يكاد يكون مفقود بهذه المباراة، وصارت السجال صار بنص الملعب أكثر ما أنه بين المناطق الخطرة بين الفرق بين المنتخبين. كرة لمصلحة منتخب لبنان في الجهة اليسرى، والمحاولة تأتي عرضية في منطقة الجزاء، لكن أيضا بعد ذلك تبعد المحاولة الماضية. عادت لبنانية من جديد، أمامية ملعوبة، الكرة سهلة عند حارس المرمى الحارس العراقي هاشم خميس في اللقطة الماضية وفي المحاولة الماضية. تعود المحاولات من جديد، نيوتن في الجهات اليمنى يبحث عن التقدم، يلعب الكرة عرضية في منطقة الجزاء الرأسية، والتصديات خطيرة جدا في الكرة الماضية والمحاولة الماضية، واللقطة بعد ذلك وصلت إلى أحضان حارس المرمى، أو التألق يستمر من حارس المرمى هاشم خميس ليعلن عن التصدي وعن منع المنتخب اللبناني من تسجيل ثاني أهداف. يستمر الضغط اللبناني ويستمر أو تستمر الاستماتة من حارس المرمى هاشم خميس، وتستمر الأمور بهدفين مقابل لا شيء. ركلة ركنية الآن، موسى حجيج يلعب الكرة في منطقة الجزاء، أيضا المحاولة الماضية تصل سهلة وعند حارس المرمى هاشم خميس. ضغط كبير جدا، التوفيق ما كان عددية. موجود صح، زيادة عددية مش طبيعية، 6-7 لاعبين عم بيأدوا الدور الهجومي، هذا دليل انه المنتخب اللبناني بده يعمل شيء بالاوقات اللي باقية من المباراة. غياب دور العراق حتى في الشوط الثاني، ما في ولا محاولة خطيرة على مرمى احمد صقر. صحيح، زيادة عددية مقابلة زيادة هجومية للمنتخب اللبناني، ولكن عامل التوفيق اذا بتلاحظ كمان بهيدي المباراة بالفرص السهلة اللي ضيعها المنتخب اللبناني، لو سجل انا برأيي كان قدر فاز بالمباراة وكان كمل مشواره بطريقة أفضل بالنهائيات. كرة لمصلحة المنتخب اللبناني، مخالفة خارج منطقة الجزاء، هل يواصل من خلالها هاشم تألق في مباراة اليوم أم أن لموسى حجيج رأي آخر من خلال هذه المحاولة؟ ندخل إلى أجواء الدقائق 13 الأخيرة، من خارج المنطقة تسديدة ملعوبة، لبنان يسجل التعديل، ومن كرة في غاب حجاج بالحجة وبالدليل يثبت بأن اللبنانيين يستحقون التعادل، ويضع الكرة في شباك الحارس هاشم خميس مسجلا هدف التعادل لمصلحة المنتخب اللبناني، ليطلق الأفراح في مدرجات المدينة الرياضية في بيروت، ولتتغنى جماهير المنتخب اللبناني بهذا الهدف. يا سلام يا سلام، هدف في غاية الروعة ينجح من خلاله المنتخب اللبناني في تسجيل التعادل أخيرا كابتن. صحيح صحيح،
بالآخر يعني ما فيك إلا ما يتسجل هدف، لأنه كان في يعني كان في كلمة بيننا وبين الجمهور، كان الجمهور لاحق، الجمهور عطى صورة جيدة، ما فيك أنت تخيب له أماله حتى بالتعادل. ولكن إذا بدك تخرج تخرج يعني بطريقة مشرفة، وهذا اللي عمله المنتخب اللبناني بهيدي التصفيات وبهيدي المباراة بالأخص. على الأقل يبقى لك أمل في المباراة الأخيرة. صحيح صحيح، هو الهدف كان الفوز، ولكن أقل الخسائر هو تاخذ نقطة من هيدي المباراة. إذن يعود المنتخب اللبناني بهدف موسى حجيج ويسجل التعادل قبل نهاية أحداث المواجهة هنا من خلال أحداث هذا اللقاء. الأمور الآن بهدفين مقابل هدفين، والوضعية بحاجة لهدف لبناني، لكن نتيجة مرضية بالنسبة للمنتخب العراقي. عرضية في منطقة الجزاء رأسية طالت تحولت إلى خارج أرضية ملعب، وصلت إلى ركلة مرمى عند الحارس هاشم خميس. هذه محاولة المنتخب اللبناني والكرة الرأسية الماضية إلى خارج أرضية الميدان، والأمور ندخل من خلالها إلى أحداث الدقائق الأخيرة قبل نهاية أحداث هذه المواجهة. هذا المدرب المنتخب والذي لا زال يبحث عن الانتصار، لا زال يبحث عن الانتصار. محاولة لمصلحة المنتخب العراقي، قليلة جدا محاولات العراق في شوط المباراة الثانية. التوغل في منطقة الجزاء وتسديدة سهلة وصلت إلى خارج أرضية الملعب، والأمور بعد ذلك إلى ركلة ركنية. الدقائق الأخيرة كابتن، شنو كان دورك أنت؟ شنو كانت توجيهاتك خصوصا في مثل هذا التوقيت؟ هل المهم أن نحافظ على التعادل أو أن الفرصة مواتية من أجل هدف آخر؟ طبعا بآخر دقائق المطلوب نكون متوازنين، يعني بالآخر عم تلعب مع فريق قوي عنده إمكانات، عنده لاعبين، عنده مفاتيح لعب، عنده نقاط قوة، بدك تحاول كمان قدر المستطاع ما تستخف فيه، بدك تهاجم، ولكن بنفس الوقت بده يكون عندك نوع من الترتيب بشغلك، لأنه ممكن تتلقى هدف بأي لحظات من هذا المنتخب وترجع تكون خيبة الأمل كبيرة. أنا اللي حاولنا نقدر نعمله بالملعب أنه يكون في توازن بين الهجوم والدفاع، وهذا اللي قدرنا حافظنا عليه، أنه ما نتلقى أهداف، إذا قدرنا جبنا هدف بيكون كثير ممتاز. وللأسف يعني خلصت النتيجة ب 2-2. هي صافرة النهاية إذن، وفرحة المدرب الصربي زيفادينوفيتش مدرب المنتخب العراقي بهذا التعادل، بحكم أنه يصل إلى النقطة الرابعة ويقربه كثيراً إلى الدور القادم وإلى المرحلة القادمة. الكوريا الجنوبي كيم يونغ جو ينهي أحداث المواجهات العربية في لقاء مثير ما بين المنتخبين العراقي واللبناني، ينتهي بنتيجة التعادل بهدفين لهدفين وسط فرحة كبيرة للمنتخب العراقي لاقترابه من التأهل، وعدم رضا بالنسبة لمنتخب لبنان على نتيجة المباراة. كابتن، الرضا كبير بالنسبة للمنتخب العراقي، وفرحة حتى مدربه كان سعيد جدا بالنتيجة. في الجانب المقابل تعابير وجه لاعبين المنتخب اللبناني كانت تعطيك انطباع بأنكم ما كنتوا راضين على نتيجة المباراة. طبعا نتيجة 2-2 يعني خروج المنتخب اللبناني خارج البطولة، رغم أنه بعد عنا كان مباراة مع تايلند، ولكن النقطة ما بتأهلك أنه نتأهل للدور الثاني. كان الطموح أنه نتأهل للدور الثاني، للأسف فشلنا بهيدي المباراة، رغم أنه من خلال المباراة كان في أمل أنه نحن نقدر نفوز على المنتخب العراقي من خلال الفرص اللي ضيع المنتخب اللبناني. هذا عملنا هذا الإحباط الكبير، لأنه مثل ما قلنا بأول حلقة أنه المنتخب استعد من حوالي السنتين، بقى بمباراتين أنت ضيعت كل المجهود والتعب اللي نحط على المنتخب. بعد المباراة كابتن، ردود أفعال الجماهير الصحافة اللبنانية كان في رضا عليكم؟ ليك طبعاً دائماً بيقولوا في يعني فيك مش محرقة، نحن بنقول باللبناني طبعاً السخط الكبير كان على الاتحاد، لأنه الاتحاد عمل شغلتين أنا برأيي كانوا هني سبب من أسباب أنه المنتخب قدم النتيجة سيئة. أول شيء اللاعبين البرازيليين اللي استقطبهم قبل البطولة بحوالي كذا شهر، وما قدروا عملوا ما قدروا المدرب عمل توليفة للبطولة، وما قدر كون أو عمل شيء اسمه روح الفريق، ما كان في روح بالفريق. هذا اللي خليه يغير 5 لاعبين بمباراة العراق، لاعبين لبنانيين أصليين. هذه الغلطة الأولى. الغلطة الثانية المدرب بالمباريات التحضيرية كان في صورة ضبابية عن المنتخب اللبناني، كمل الاتحاد بأنه يضل جوزيف سكوبلر، وبالآخر كمان جوزيف سكوبلر عطى صورة سيئة على المنتخب، يعني الشغل كله راح.
بمباريتين ما قدرنا كملناها، دعم الإحباط وسخط من الجمهور علينا وعلى الإدارة. مثل ما تحدثنا في البداية، لبنان كان أمام تحدي كبير جدا على مستوى التنظيم، وأنا أعتقد شخصيا بأن لبنان أثبتت بأنها قادرة على أن تستضيف البطولات سواء في آسيا أو حتى على نطاق أوسع. جمهور وملاعب كانت مجهزة وتنظيم كان على مستوى عالي. سعيد جدا بأنك تكون ضيفي، وأتمنى أني نقلتك شوي 18 سنة لورا، يعني رجعناك شباب شوي. صحيح. ونتمنى إن شاء الله نتجمعنا معك فرص أخرى، سواء إن شاء الله مع قناة الكاس إن شاء الله أو من خلال كابينة التعليم. تحياتي لك يا كابتن، وألف شكر وتحية على تواجدك معنا. شكرا لك. الله يحفظك. نجم مميز من أحد نجوم كرة القدم اللبنانية كان ضيفا معنا، سيبقى دائما الاسم محفورا في الذاكرة، وسأبقى دائما معكم بحول الله عبر كابينة التعليق إلى أن يتجدد الموعد. إلى اللقاء. من خارج المارك الهدف الثاني والمحاولة الراضية إلى خارج المرمى.